السلام عليكم. هنتعلم في الفيديو ده ازاي نرسم الجهاز التناسلي الذكري بشوية خطوات بسيطة خالص. هنعمل رسمة كويسة، وانا مش احسن حد يعلم الرسم، ويمكن ده السبب اللي يخليك تسمع الفيديو ده عامة. يعني لو انت عايز تتعلم رسم الجهاز التناسلي الذكري، ليه؟ لان انا في الرسم مش احسن حاجة، بس في شوية خطوات بسيطة كده اتعلمتهم واشتغلت عليهم علموني ازاي ارسم الجهاز التناسلي الذكري كويس جدا. طيب، انا كنت ناوي ان انا اعمل موسيقى على الفيديو ده، بس طبعا الموسيقى حرام، فالفيديو يعتبر هيبقى صامت لحد ما، لحد في الاخر خالص بعد ما ارسم. هتكلم بقى شوية في الاخر واقول البيانات على كل رسمة. فالخطوات بسيطة كده، واحدة واحدة، وتتبع معايا الخطوات هنعمل فيها ايه. بسم الله، توكلنا على الله.
وبعد ما خلصنا الرسمة البسيطة دي، تعالى كده نكتب البيانات. القناة الملتفة حوالين نفسها خالص دي بيبقى اسمها البربخ. حاسس انك كده بوظتها اكتر. تبقى عبارة عن قناة ملتفة حوالين نفسها اسمها البربخ. دي كده الخصية يكون جواها الأنيبات المنوية، ده كده بيكون القضيب، بداخله بيكون فيه قناة مجرى البول. قناة مجرى البول دي كده بيكون غدتها كبر، دي كده بتكون البروستاتا، دي المثانة والحالبين، دي كده مثانة، ده كده حالب، دي كده الحوصلتان المنويتان اسمها حوصلة منوية، ده بيكون البربخ. بس وده كده شكل الجهاز التناسلي الذكري.